لكم تحياتي للناس ديال اوزون البعيد مبارك سعيد. بالنسبه للناس ديال اوزون خدامين مزيانين معتبر. البارح ذبحت الخروف ديالي جوج خرفان، مشيت للنواحي ديال الرحبه لقيت الناس خدامين بالمزيان قايمين بالواجب ديالهم. دابا من عيطنا لهم جاو في عين المكان، دابا هما خدامين في النظر ديالهم، هما خدامين في شي كلمه في حقهم. راكم عارفين انتم البارح المواطنين كلهم جالسين خدامين تيسلخوا تيذبحوا عايشين الاجواء ديال العيد، وهما خارجين تيجمعوا الناس زبالنا في مدينه تماره باش يخليوها مدينه نظيفه. شي رساله في حقهم؟ بالنسبه للناس اوزون خدامين ولكن قايمين بالواجب ديالهم. الناس معيدين هما ما معيدينش، فهمتيني؟ هما في الوقت ديما خدامين، تنتمنى لهم الشكر ديالهم وكل شيء. السلام عليكم. كنشكروا هاد الناس ديال اعمال النظافه من نهار العيد، هما ضاربين تمارات خلاو الدنيا نقيه، عاونوا الناس الدراري ديال الشواطه تبارك الله نقاو الدنيا زعما شركات تبارك الله، الله يسهل عليهم. مش الدراري ضربوا تمارة الله يسهل عليهم، و ما شي حاجه قليله تقولها في حقهم، فهمتي؟ بنادم كيضرب تمارة وكيضرب هز الوسخ ديال الناس وهاك الشيء الله يسهل عليهم، ماشي اللي تقدر نقول والله. بنادم نهار العيد خدام في بولفاف وما كيضربوا تمارة، فهمتي؟ بنادم كيعيد مع والديه هو كاع ما تلقى كاع ما كيذبح كاع حلا حولي كاع في مره كاع، والله الا صعيب صعيب باش تقول شي كلمه في حقهم. الله يسهل عليهم والله الله يقدرهم على هذا العمل اللي كيديروا وصافي. السلام عليكم، عيد مبارك سعيد لكم ولجميع المسلمين والمسلمات على قطاع المملكه المغربيه وخارج المغرب ان شاء الله. في الحقيقه كنشكروا هاد الناس ديال شركه اوزون اللي صاهرين على النظافه ديال الاحياء والشوارع ومهتمين بهذا القطاع هذا. صراحه ما سبقش لينا شفنا بحال البوادر الطيبه. في هذا المنبر كنشكروا الاخت بحار مريم اللي ساهره على هذا القطاع هذا وكتتبعوا عن كتب. كنتمناوا ان هاد الاعمال تمشي كما هي، لان الحمد لله ما شفنا فيهم غير الخير، وشفناهم ديما الحمد لله كيستجيبوا لنداءات المواطنين. انا اتصلت بالاخوان واتصلت بالاخت بحار والاخ سعيد هو اللي مصارع القطاع ديال اوزون، استجبوا لنا في الحين ما كان لا تاخر ولا والو، وجاو كينقيو كان شويه ديال الشيء ديال الحواله هنايا حاشاكم شي حاجه ديال الدم وهادي، هما كيقوموا بالواجب ديالهم. وعيد مبارك. سي زرقطي، انت من الساكنه ديال تماره وربما عايش مجموعه من الشركات اللي دازوها، حنا في الاعياد السابقه كنا كنعيش واحد الجو يعني كتحس بالعيد باقي سيمانه، يعني الازبال المخلفات ديال العيد تيبقاو الاسبوع الازيد من اسبوع. احنا دابا حاليا في 2022 شركه اوزون دارت واحد الحمله، كي تيبان لك مقارنه مع باقي الشركات؟ انا كرئيس جمعيه ديال الحي ديال المسيره واحد ما سبقش لي شفت بحال هذا، كما سبق لي وقلت لكم ان عمرني ما شفت بحال هذه البديله هذه بصراحه، لا في مجالي السابقه ولا هذه. راه هذا المجلس هذا بكل صراحه انا ماشي كنركب على الامواج ولا كنفخ البالون ولا كنهزو كما كيقولوا. مريم بحار شاده قطاع وشاده شاده زعما كاينه بكل جديه وصاهره على الانشطه ديالو والاهداف ديالو وقايمه بالواجب، وكاين الايام اللي كتخرج معاهم وكتشوف الخدمه ديالهم الى اخره. وكما قلت اليوم اتصلنا بهم ماشي حيت انا مسؤول ديال الجريده السابق ولا رئيس ديال الجمعيه السكنيه جات، بالعكس دائما كيستجبوا لينا هاد الناس وكنتمنى لهم زعما كل خير وشكرا. هما هما النظافه دايرين داك الشيء خدمتهم الحمد لله، ودوزنا اجواء العيد زوينه الحمد لله، وراك كتشوف الخدمه ديال عمال النظافه. ملي فقتي والصباح على غديت العيد ولقيتي المدينه ما فقاوش فيها الهيادر، ما بقاش فيها المحروقات ديال شي رؤوس الاضاحي، لقيتي حي كنقي، باش حسيتي؟ والحمد لله كان داك الشيء مزيان، وعمال النظافه كما قلت لك راه داير خدمتها، وهادشي كيبشر بالخير الحمد لله، نتمناو هادشي يدوم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.